دلوقتي خلينا نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار عفوا والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، كمان اهم الماتشات اللي هتتلعب في الدوري الانجليزي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم تسليم المدارس المخصصة كمقر للانتخابات الرئاسية لقوات الأمن والهيئة العليا للانتخابات، وده تمهيداً لتجهيز اللجان من قبل الهيئة العليا للانتخابات استعداداً لاستقبال الناخبين للاقتراع. وكانت وزارة التعليم وجهت جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز المدارس المختارة كمقر للجان الانتخابية، على أن يتم تجهيزها على أعلى مستوى مع تزويدها بكافة الإمكانيات والأدوات اللازمة خلال العملية الانتخابية. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه الهيئة القومية للأنفاق، هتمد ساعات عمل المترو لمدة ساعة، وده أيام الخميس فقط خلال شهر ديسمبر. النهاردة اعتقد البورصة المصرية للسلع جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، وبتهدف البورصة لتقليل حلقات تداول السلع للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المنتج بسعر عادل. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة 15 من عمر المسابقة، هيلتقي أفرتون مع نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة 9:30، وفي 10:15 هيلتقي توتنهام مع ويست هام.